وكاملة، أداء جميل، ورغم الأداء في بعض الأحيان هو أداء هادئ ومنضبط للمنتخب العراقي. باسم عباس لكرار يجرب التسديد، واحدة بعيدة المدى من لاعب جميل، ويعيد الذكريات. كرار كأنما عندما ذكرت الذكريات يقول كرار: اليوم الذكريات تتجدد، ذكريات التألق، ذكريات الأهداف. وأبو غزالة ناظم شاكر كان تبديله موفق، ناظم شاكر الابن الوفي الرائع لنرى الأوفياء من على المدمد الوعد. طبعا هذا الهدف وهذه كرة كرار، ومن خلفها الجماهير، من خلف المرمى نهضت. وهذا كرار بخارطة العراق التي تجمع الكل من الرمادي إلى زاخو، اليوم كلهم حضروا بهذا الموزائيك المصغر في ملعب الشعب الدولي.